السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة النهاردة من الحاجات البلاستيك الموجودة في البيت، إعادة تدوير سهلة إن شاء الله وبسيطة، يا رب تعجبكم وتنفذوها. هنجيب كده شوية حاجات كانت موجودة في البيت والمفروض إن هي هتترمي أو ملهاش لازمة، فاحنا هنعملها فكرة حلوة جدا وهنشوف في النهاية هيبقى شكلها عامل إزاي. هنرتب الأدوات كده اللي هنستخدمها. هنجيب كده خيط، أي خيط طبعا موجود عندك في البيت، مش لازم تشتري خامات. انا عندي خيط المكرمية ده علشان هو رفيع، فانا هشتغل كده غرزة السلسلة بالشكل السهل ده، غرزة واحدة بس يعني هنعمل بيها الشريط. بقت بالشكل ده، دي اسمها غرزة السلسلة. بدل ما احنا نشتغل بيه خيط رفيع كده او نضفره، فالطريقة دي سهلة جدا ان احنا نشتغله بالكروشيه كده او زي شغل الكروشيه. وهنستخدم معانا شريط الجبير ده والادوات اللي هنشتغل فيها. ده جزء بلاستيك بيكون بتاع لمبة وجزء من ازازة بلاستيك، دي الحاجات اللي احنا هنعمل بيها الفكرة بتاعتنا. طبعا اي كراكيب عندنا في البيت بنعمل لها افكار كتير، علشان بدل ما نرمي الحاجات دي بنشتغل بيها ونعمل بيها افكار حلوة جدا، وحاجات بنشوفها بره بتكون غالية ممكن احنا نشتغلها او نعملها في البيت بخامات رخيصة جدا. بدأت كده احط الشريط اللي احنا عملناه بالخيوط المكرمية، مش شرط طبعا الادوات اللي انا اشتغلت بيها، ممكن اي حاجة مشابهة ليها عندك في البيت ممكن تشتغلي بيها. هنلفه كده، وكل خطوة طبعا هنعملها هتغير شكل الحاجة خالص بالنسبة لنا او في شكلها. بنضم كده عشان ما يبقاش فيه فتحات او فراغات بين الخيوط. طبعا شكل شغل الكروشيه بيبقى شكله حلو قوي في الحاجه، غير طبعا الضفيره. ممكن طبعا تضفريها الخيوط اللي عندك وتشتغلي بيها برضو، بس احنا ايه بنغير الافكار، مش كل مره نعمل بالضفاير. بحاول اجيب لكم يعني افكار كده سهله، وكل مره اعمل لكم حاجه جديده. يا رب ان شاء الله تكون الافكار كلها مفيده بالنسبه لكم. كده هنغير كده شكل البلاستيك اللي معانا دي، هنملها كده بالخيوط اللي احنا عملناها، وطبعا كمية الشمع اللي بتستخدميها تكون كويسة علشان الحاجة ما تفكش مننا. كده هنقفل اخر جزء، بقت بالشكل ده. طبعا شكلها بيتغير وبتكون شكلها حلو وكويس. هنجيب بقى البلاستيك او الجزء اللي من الازازة. احنا عارفين طبعا كل مرة بقول ان البلاستيك ما بنحطش عليه الشمع كده عشان ما يغيرش شكله. بنبرد المسدس الاول شوية، وبعد كده بنحطه على القماش او الجبير او الحاجة اللي احنا بنشتغل بيها للحظات كده، وبعد كده بنلفه على البلاستيك، لان طبعا اي سخونة في البلاستيك بتغير شكله وبتخليه شكله يبوظ. لو ما عندكش طبعا الجبير ده بتحطي كلفة او بتحطي شريط ستان، المهم ان احنا بنوفر، مش بنشتري خامات. يعني لو الفكرة عجباني بره بحاول اعملها بالخامات اللي موجودة او المتاحة ليا علشان يكون في توفير. دي اول قطعة اهي، ودي تاني قطعة. كده عملنا جهزنا الاجزاء اللي احنا هنجمعها مع بعضها. بنقفل كده الاجزاء كلها، الخيوط بينها وبين بعضها علشان يكون شكل القطعة كويس. لزقناهم كده فوق بعض، وهنقفل الجزء ده بنفس الشريط اللي احنا استخدمناه فوق. بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنتني كده الجزء اللي احنا عملناه ده علشان يكون رفيع شوية مش عريض كده، علشان اعرف اتحكم فيه، علشان المساحة اللي هنشتغل فيها صغيرة. هنبدأ كده نحط الشمع. حطينا كده الشمع على القماش مش على البلاستيك، وهنبدأ نلفه حواليه. افكار كتير طبعا ممكن نستخدم فيها الازايز البلاستيك، علشان كده لو عندك اي ازايز ما تتخلصيش منها، تشيليها عندك في البيت علشان بنعمل منها افكار مفيدة جدا.
كده جبنا جزء من الكرتون وعملناه بشكل دايرة، وهنلف بيه برضو، هنلف عليه نفس الشريط او الشغل الخيط اللي احنا عملناه علشان يكون الغطاء بتاع الفكرة اللي احنا عملناها دي. طبعا ممكن يعني تبقى فكرة في المطبخ تحط فيها حاجات، او تحطيها على ترابيزة تحطي فيها بونبوني، تكون بونبونيرة، او تكون ديكور كده زي ما انت عايزة. ممكن تحطي فيها شمعة وتغطيها كده وتكون الإضاءة طالعة من البلاستيك أو الأجزاء المفرغة من تحت، هتعمل برضو شكل حلو. أنا بحاول أغير لكم في الأفكار وأعمل لكم الأفكار اللي بتيجي على بالي، بس الاستخدام طبعا أنت اللي بتشوفي الاستخدام ممكن تستخدميها في إيه في البيت. هنغطي كده الجزء اللي باقي عندي في الكرتون، ودي هتكون الغطا. طبعا عندي على القناة في اكتر من فيديو، فيديوهات كتير قوي من اعادة تدوير البلاستيك والازاز البلاستيك. هنقفل بالشكل ده كده. طبعا الخطوة دي بتخلي الجزء الكرتوني اللي احنا عملناه متين جدا وليه سمك كده. هنحط كمية شمع بقى كويسة جدا، يعني شوية حلوين كده علشان يمسكولي اليد بتاعتها، لان دي ازاز تقيل. وهنلف عليها الخيوط كده عشان تمسكها برضو كويس ما تقعش مع الاستخدام. والشمع طبعا ده كله لما بينشف بيمسك جدا وبيكون يعني متين قوي. فكرة سهلة، ومن حاجات كنا هنرميها في البيت، شوية كراكيب كده في البيت جمعناها وغيرنا شكلها وعملناها فكرة حلوة جدا. طبعا البونبونيرة دي بتتباع غالية جدا في المحلات، احنا عملناها بأفكار بسيطة قوي. يا رب كل الأفكار ان شاء الله تكون بتعجبكم، واللي بيعجبكم بتنفذوه، ويا رب اكون بفيدكم بالمحتوى اللي انا بقدمه. لو الأفكار عجبتكم حطولي لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، والسلام عليكم.